احنا معانا دلوقتي على التليفون كابتن احمد الجرحي. كابتن احمد الجرحي المدرب العام لفريق السله رجال. وضحكوا ليه بقى كابتن؟ انت اللي تقول لنا ضحكوا ليه. الروحي ليهم طبعا. كابتن احمد اهلا بيك والف الف مبروك وكل سنه وانت طيب. اهلا بحضرتك. وزي حضرتك وبمشي على كابتن هاني طبعا. مساء الخير على حضرتك. مساء الخير. اخبارك ايه وشايف ولادك قدامك دلوقتي مع بطوله غاليه تقول لهم ايه؟ والله طبعا انا ببارك لهم وعايز يعني انا سمعت حضرتك وانت بتسالهم. هو عايز اقول لحضرتك ان احنا من بدايه الموسم واحنا بنحاول مع النجوم اللي موجوده في الفرقه طبعا ان احنا نزق من قطاع الناشئين ولاد كتير. يمكن من اميزهم برضو عبد الله وعمرو ومحمود ومؤمن ومعدي، يعني ولاد كتير بصراحه، بس يمكن عمرو وعبد الله هم اللي اخذوا الفرصه في المباراه النهائيه. بس من بدايه الموسم هما بياخدوا ماتشات. طبعا حضرتك طبعا عارف الظروف اللي مرت بالفرقه، حالات الكورونا كتير وكده، فطبعا كان هما جوه السكور شيت في المباريات النهائيه، وده انا كنت بشفق عليهم بصراحه ان مباراه كبيره جدا وهم لسه خبراتهم قليله. لكن قعدنا معاهم، وانا على المستوى الشخصي طبعا بالذات عمرو لانه لعب معايا كتير قوي في قطاع الناشئين، وعبد الله كان لعب قدامي بقى في قطاع الناشئين. عبد الله احنا لسه جايبينه السنه اللي فاتت من نادي الشمس. وقعدنا معاهم واتكلمنا ان الماتشات دي هي اللي بتطلع اللعيبه، الماتشات دي دايما هي اللي يعني تبرز نجوم جديده، دي فرص لو مسكت فيها في النادي الاهلي هتنقلك نقله ثانيه خالص. صحيح. بصراحه الاثنين كانوا على قد الحدث وعلى قد المستوى وشرفونا بصراحه. يعني عمرو بدا الماتش، عبد الله نزل تقريبا ثاني او ثالث تغييره. الاثنين قدوا مستوى كويس جدا. لعبوا قدام نجوم في نادي الاتحاد، لعيبه دوليه، لعيبه لعبت كاس عالم قبل كده. يعني عبد الله كان في اوقات ماسك اسماعيل احمد، اسماعيل طبعا يعني ما شاء الله اسطوره في الباسكت. بس بصراحه الاثنين كنا مبسوطين من ادائهم وبننتظر منهم المزيد في المستقبل. وانت كمان كابتن احمد يعني تعتبر الاب الروحي بالنسبه كمان لعبد الله وعمر تحديدا. بصراحه يعني انا الحمد لله عشان مسكت المرتبط كنت قعدت 4 سنين ماسك المرتبط، فاغلبيه الاولاد اتمرنت معايا في قطاع الناشئين. وكابتن اشرف من المديرين الفنيين اللي دايما بيحب ان هو يزق الناشئين، عارف قدراتهم كمان بالظبط. يعني هم فعلا ما شاء الله قدراتهم تؤهلهم لكده، وان ان 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 اللعيب ناشئ يقدر يلعب في ظل وجود كم النجوم اللي موجود في الدرجه الاولى ما شاء الله اللي موجود في النادي الاهلي دلوقتي، يعني لازم يكون ناشئ مميز جدا. يعني هو مش بيلعب بالصدفه او بيلعب عشان زي ما اقول لك ان احنا ناقصين، لا هم حتى واحنا كاملين كان بيبقى ليهم دور، كان بيبقى ليهم دور، فده دليل على تميز منهم ان هم يعني برضو بيتمرنوا كويس. وغير النواحي الفنيه يا كابتن احمد كمان عايز احييهم على الكراكتر ده، دي مباريات بيظهر فيها الشخصيه. لما ودايما بنتكلم لما في حتى بنتكلم على قطاع الناشئين في الكوره بنقول المدير الفني ليه رؤيه انه امتى يتدخل الولد الصغير علشان ما يتحرقش، لكن انا بتكلم على 2 ولاد صغيرين بيلعبوا قدام نادي الاتحاد في مباراه نهائيه في ظروف خاصه جدا وبيظهروا بهذا المستوى، فده كمان دليل ان حضرتك كمان اشتغلت على الكراكتر على شخصيه لعيبه النادي الاهلي. دي حقيقه بصراحه. دي يعني يمكن ممكن عمرو موجود في النادي من هو عنده 8 سنين او اصغر، فممكن عمرو واخد الموضوع ده. عبد الله يعني من اسباب اختيارنا لعبد الله يعني بلس التميز الفني اللي هو عنده، لكن هو فعلا شخصيته لايقه على النادي الاهلي ان هو عنده يعني هو عنده يعني ثبات كده في الملعب، عنده عنده شخصيه راكز راكز في الملعب. بصراحه الاثنين مش الاثنين بس، عايز اقول حاجه ان في مش اقل من 6 7 معانا من قطاع الناشئين ولهم ما شاء الله يعني هيبقوا نجوم في فرقه النادي الاهلي. المباراه كانت تقيله بصراحه ان هم يلعبوها، دي كانت حاجه بالنسبه لنا احنا حتى جهاز فني فوجئنا بمستواهم، احنا عارفين قدراتهم بس كنا قلقانين عليهم، خايف عليهم طبعا من الضغط اللي موجود من الجماهيري وان المباراه كبيره وده نهائي وفرقتين كبار. ما شاء الله الصراحه بشكرهم على الهواء رفعوا راسك يعني لو كابتن كمان دافع كمان لحضرتك والولاد الصغيرين انه شايفين 2 من الولاد ان هم تحت 17 و18 سنه انه بياخدوا فرصه وبيعملوا انجاز كبير، ده كمان بيدي دافع لحضرتك انك لا يا اولاد انتوا عندكم فرص وهتطلعوا وتعملوا اسم، يعني ده كمان من الحاجات الايجابيه.
دي حقيقة، دي حقيقة. دلوقتي بقى في منافسة كبيرة جدا، كل الأولاد في القطاع الناشئين كله عايز نفسه، كله شايف إن لا، اللي هيثبت نفسه هياخد فرصة وهيلعب، مفيش فرق ما بين صغير وكبير. والحقيقة اللي مساعدنا كجهاز على الموضوع ده إن اللعيبة الكبيرة زي مودي جرحي أو إبراهيم الجمال أو عمرو الجندي، زي ما عبد الله بيقول لحضرتك إن أكتر مساندين للعيبة دي هي اللعيبة الكبيرة، يعني هم دايما اللي بيوجهوهم، هما دايما اللي واقفين في ظهرهم، هما اللي بيحاولوا يطلعوا منهم احسن حاجه معاهم في الملعب، بيساعدوهم جوه الملعب. فبصراحه اللعيبه الكبيره مع الجهاز يعني سبورت جامد قوي للعيبه الصغيره. يعني بقول لهم من خلال حضرتك ان دي فرصه لازم تمسكوا فيها، وتلعبوا في نادي التيشيرت بتاعته يعني تقيلة، غاليه وكبيره وتقيله، فما بيلبسهاش غير اللعيب يعني اللعيب التقيل، اللعيب اللي هو يعني اللعيب الدولي. فانتوا لازم طبعا انتوا تمسكوا في الفرصه دي، سوبر. لان تيشيرت النادي الاهلي هتكبركم جامد جدا. صح. انا عايزه اتكلم عن دورك انت كابتن احمد تحديدا، لان انا عارفه ان انت زي همزه الوصل او الحلقه دي ما بين الشباب او الناشئين والمدير الفني، فكلمني عن الدور ده ولاي مدى يعني انت قريب من اللعيبه. انا عارفه ان انت قريب قوي من اللعيبه دول، فعشان كده كنت بقول لك انت الاب الروحي كمان لهم. فكلمني عن حلقه الوصل دي. هو كابتن اشرف طبعا الحمد لله بيثق فيا جدا معاه. هو عارف ان انا اشتغلت في قطاع الناشئين كذا سنه ورا بعض، حوالي 4 سنين كنا بنفوز فيهم بدوري المرتبط. عارف يعني دايما كابتن اشرف لما بيسالني، يعني هو بقى مثلا احتياج، كابتن اشرف كان بعيد عن النادي، كان ماسك نادي سموحه، وكان قبليها ماسك بره، كان في الكويت وكان في الامارات، فكان بقاله 6 7 سنين بره النادي، مش موجود في النادي. لما رجع النادي فطبعا بيتعرف على الاولاد دول، غالبا بيبقى من خلالي لان انا اللي كنت بمرنهم. فمثلا اي مراكز نقصانه برشح له اللعيبه اللي ممكن تادي في المراكز دي. عبد الله اول ما كابتن اشرف جه قاتلنا على صفقه عبد الله دي، لان عبد الله كان ما بين الاهلي ونادي تاني، بس طبعا عبد الله كان رغبته الاولى والاخيره الحمد لله ان هو يجي النادي الاهلي، وهو لعيب مميز جدا. طبعا في دايما اجتماعات، او في دايما بنقعد وبنشوف ايه المراكز اللي احنا محتاجين فيها ان احنا نصعد ناشئين، مين الناشئين اللي ممكن تتصعد في الوقت ده، مين اللي هيفيد الفرقه، مين اللي على اللونج ران يعني النادي هيحتاجه، او هو لازم نزقه حتى لو هو مش مؤهل قوي، احنا نحاول ناهله شويه لان هو كخامه هتفيد النادي في المستقبل. فكل الكلام ده بيبقى بيني انا وكابتن اشرف وكابتن سيد مصطفى، والحمد لله يعني ان احنا قدرنا المكسب الاكبر لينا غير البطوله انك تقدر تلعب 2 و3 ناشئين في مباراه نهائيه. ده كابتن هاني حضرتك عارف ده حقيقي كبير جدا. ده هو ده النجاح يا كابتن. هو ده النجاح، وانت جزء من النجاح دوت، لان دايما بنتكلم على قطاعات الناشئين هو الجزء الاكبر. حتى بطولات قطاع الناشئين مهمه، لكن مش هو ده التارجت. التارجت ان احنا نشوف ابطال واولاد زي 17 18 سنه بيلعبوا مع الفريق الاول وحققوا بطولات. فعايزك كمان بقى تطمنا كمان على مستقبل النادي الاهلي. احنا شايفين قدامنا ما شاء الله 2 ولاد، وكمان في 3 بيتصعدوا، لكن على المستوى ال5 سنين اللي جايه الشغل ازاي، ويعني ان شاء الله يكونوا في عناصر مهمه جدا يمثلونا على مستوى النادي الاهلي وعلى المستوى الدولي كمان. طبعا طبعا. لا النادي الاهلي ما شاء الله دلوقتي بيمتلك ذخيره يعني بصراحه، يعني احنا عندنا لا يقل عن 10 12 لعيب في قطاع الناشئين يقدروا ان هم يطلعوا يلعبوا في فريق الدرجه الاولى، واحنا قائمتنا على مستوى الدرجه الاولى مش زي الكوره، احنا 15 واحد. فاحنا ده العكس، احنا هيبقى عندنا فائض كمان ممكن يطلع في السنين الجايه شويه، ان حد يطلع اعاره ويرجع النادي، ان انت برضو بيبقى من خلال النادي وتبقى عينينا عليه. طبعا اللي يقدر يمسك في الفرصه من اول سنه ومن اول سنتين، ده طبعا دي ده ده, ده شغله هو بقى. ده هو يعني زي ما انا دايما بنقول للعيبه، احنا مش بنلعب حد، انت اللي بتلعب نفسك. يعني انت مستواك اللي بيلعبك، انت اجتهادك هو اللي بيلعبك بيظهرك بالظبط. مفيش فرق في يعني ما بين الكبير والصغير. يعني انا كابتن هاني، هم طبعا اكيد ما حضروش حضرتك وحضرتك بتلعب، هم مش عارفين حضرتك ان حضرتك كنت بتلعب كاس عالم وعندك 19 سنه و20 سنه مع المنتخب، وانا يعني انا حضرت حضرتك. فيعني انا عايزهم نفسي ان هم يعني ياخدوا حضرتك كمثل. حضرتك كان يعني شرفتنا طبعا في الاحتراف بتاعك، وانك طبعا كان الحقيقه يعني هم لازم يعرفوا ان سواء هم بره او هنا، ان الواحد يعمل لنفسه حياه احترافيه. دي ده حقيقي، ما بترتبطش بالمكان، دي بترتبط بالشخصيه دايما. وان ده هم لازم تبقى شخصيتهم طالما بيلعبوا في النادي الاهلي يبقى هم لازم يبقوا ايه، على قد مستوى النادي الاهلي كشخصيه وكلايف ستايل، يعني عيشتهم كلها كتمرين. ف
فبتمنى لهم كل خير، واتمنى ان هم يستفيدوا من اللعيبه الكبيره اللي معاهم. وبطمن حضرتك وجمهور النادي الاهلي ان النادي الاهلي يعني مش محتاج اي لعيبه، خلاص قطعوا ناشئين والحمد لله مع النجوم اللي موجوده في الفرقه مغطي الفرقه على الاقل 6 7 سنين قدام. ما شاء الله ما شاء الله، ويا رب يكرمنا ان شاء الله في بقيه الموسم ونقدر ان احنا نفرح جمهور النادي الاهلي اكثر واكثر. ده قدها يا كابتن احمد، احنا بنشكرك جدا جدا، بنشكرك كمان على دورك مع الشباب دول، وقد ايه اكيد في فرق وهم اكيد عارفين هذا الفارق، يعني اكيد حاسين بيه. شكرا جزيلا ليك. شكرا ليك.